في فقرة من الذاكرة تسترجع ذاكرتنا مع من تركوا بصمة في أذهاننا ونفتقدهم اليوم. نجما لهذا الأسبوع ممثل موهوب لقب بالطفل المعجزة. كلنا بعد ما نشوف التقرير راح نقول الله يا زمان أو زمان يا فن. الطفل المعجزة أحمد فرحات من إعداد صبحي عطرين تابع سويا. قولولو 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 الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة. لابد وأنكم ما زلتم تذكرون هذا المشهد من فيلم عبد الحليم حافظ شارع الحب. قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة. هذا الطفل هو أحمد فرحات الذي لون بموهبته أيام الأبيض والأسود أفلام العمالقة بحضوره كطفل معجزة يؤدي أدواره بمنتهى العفوية والصدق. وها هو اليوم يروي لنا حكاياته مع الفن وأهله. حتة صغيرة قوي بس كانت علامة من علامات حياتي. يعني أنا كنت بعرف نفسي للناس بعد كده بقولهم شو تعمقر في أجازة بقولهم لا بغني مع عبد الحليم حافظ قولوله بيرقص قولوله. يعني بشوف حاجة صغيرة بس علمت مع الناس أكتر. قدم أحمد فرحات العديد من الأفلام مع الكبار وقفى وأدى ونجح. سر تقية الإخفاء مع عبد المنعم إبراهيم وفيلم إشاعة حب مع هند رستم وعمر الشريف. أحمد مين ده؟ كمان نسيت أحمد؟ أحمد أحمد تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي. بابا بابا مين يا ولا؟ بابا أنت يا حبيبي. أنا صغير وكنت بخاف او بتكسف حتى اول شوط والاضواء جت في عينيا كده قعدت اعيط. قعدوا يصرخوا فيا وصرخوا في بعضيها وجابوا لنا شوكولاته فبصراحه كانوا احتضنوني فعملت الدور حلو. فمن بعديها لقيت نفسي اوتوماتيك تعرف السوري فيه 5-6 بلاتوه. اتخطفت من هنا لهنا لهنا لقيت نفسي بقيت احمد فرحات الممثل. القدره دي فيك اي حاجه تحب تشوف؟ ايوه تعال. الفيلم ده من حلاوته ان هو كان كله خدع. كمان كنت صغير قوي يعني كان لسه في بدايه حياتي. علمني يعني ايه كوميديا. ابتديت اخد من مخرج كبير نياز مصطفى يعني ايه كوميديا يعني ايه افلام فيها حلاوه كده تحبها حتى لو تعادت مليون الف مره تحب تتفرج عليه. قول لي بقى يا سيدي بدل بوسه بقى مبصين قول لي بقى على السر. ما نفسك تتكلم حاجه. استاذ فطين عبد الوهاب بيقول لي يا احمد انت هتطلع تقول سيداتي يعني سادتي سادتي وهنقل الكاميرا على مدام هند رستم. قلت له ازاي يعني فرحات يطلع يقول سيداتي يعني سادتي سادتي ما ينفعش. قال لي هتحمل ايه؟ قلت له هقول لك نكته هقولها لو عجبتك هقولها لك. قال لي قولها. في واحد مسمع وحدي قال له يا قولي ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبة. قال له القضاء والقدر لو حماتي ماشي على الكوبري ورحت وقع رحت غرقانة. قال له طب وما هو النصيبة. قال له النصيبة بقى لو طلعت. فقلتها فالمدام هند رستم كانت واقفة وأثنت عليا جامد فقالت طيب ما نقدمه بطريقة فيها تباين. يعني ايه؟ يعني عايزين نعمل له تلميعة كده وطالع كده نقول مثلا ايه هنقدمكم نمرة انما نمرة الاستاذ الكبير. وبعدين اروح طالع من تحت جيبة كان عندها جيبتين كده طالع من تحت جيبة احمد فرحات فيها تباين جميل بس منين الاستاذ كبير ومنين احمد فرحات. فكان عمل جميل. اما الان هقدم لكم نمرة انما نمرة بحقيقي الاستاذ الكبير احمد فرحات.
لكن أحمد فرحات اختفى تماما عن الشاشة منذ أيام الأبيض والأسود. فما هو سر هذا الاختفاء؟ سألناه. هو أنا يعني كنت ممثل وأنا طفل صغير، لقيت نفسي بقى إيه بقى وصلت إيه الثانوية، فطبعا عيلتي من الناس الملتزمة على صعيدي، يعني الناس الملتزمة ما فيش حاجة اسمها أنت بتمثل وأنت صغير ماشي، لكن الثانوية العامة دي لازم تتاخد، يعني لازم تتاخد، ما ينفعش تطلع شغلتك ممثل على عيني وراسي، بس لازم تتعلم. والحمد لله جت النكسة وأنا في ثانوية عامة خدت الثانوية العامة. رجعوا بقى انفتاح اقتصادي استهلاكي، ورجع الأفلام، رجعت الأفلام مش بتاعتنا، رجعت أفلام مقاولات ولد وبنت بيدوروا على شقة مش عارف. طيب كنت بشتغل في مكان مرموق، طيب أجالي عروض إن إيه أقطع في المسرحيات يعني عشان جسمي أصغر من العادي شوية، أتريقوا على جسمي أو حاجة زي كده، طبعا ما عجبتنيش، أنا إنسان محترم ومن عيلة محافظة فما رضيتش، وشغلتي حلوة فقلت خلاص الحمد لله إحنا إيه خلينا في الهندسة وشغلتنا الحلوة، وده اللي حصل. وندمت إن أنا مسكت التمثيل، أنا بحب التمثيل والتمثيل في دمي، وربنا سهل لو في دور يناسبني ومحترم أنا ما عنديش مانع. موهبة أحمد فرحات أصبحت في ذاكرة السينما العربية محفوظة لطفل كان حديث الناس يوما ما، وسيبقى في ذاكرة هذا الفن العظيم. كل التمنيات لأحمد فرحات بتوفيق في حياته الأسرية والعملية، وإن شاء الله يكون عجبكم التقرير. وإحنا دائما فقرة من الذاكرة راح تشوفون مفاجآت كثير رائعة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله.